تجدد السكون. شدني نشي انا شي ذاك نقول الصباح البكري كرجع لي فتره المخيمات الجميله في الصباح. اليوم بكري كان فيخ وكنلقى واحد الخبر جميل جدا من عند السي عبد اللطيف الجواهري مدير ديال مول بنك المغرب. اش كيقول لينا السي عبد اللطيف الجواهري؟ كيقول لنا اكتناز المغاربه للمال في بيوتهم عوض الابناك يؤثر على الاقتصاد الوطني. وهنا ريش حد حقنا واين ندحو انا ونبيل اين ندحو يا سي نبيل؟ شحال حقنا يا سي عبد اللطيف والجواري زعما من خرجتي هاد الهضره من فمك ما حشمتي ما مرقتي ما عرقتي. عاود ما تقول المغاربه حطوا فلوسكم في البنكه ما تخبيهم في ديوركم وهذوك صحابك دور عاش دور دور جنبك دور جنبك دور في جنبك. ما تجي تقول لهم ما تخرجوش الفلوس لبرا حطوهم في الابناك ديال المغرب. عرفتي شحال ديال البلاير ديال دوك صحابك اللي دايرين بك حاطين فلوسهم في سويسرا وحاطين فلوسهم من عاودش لك ما عرفتي ما بانوش لك هادو. اش من فلوس عندنا حنا اللي كنخبيو؟ دخلت عليك بوجه الله اش من فلوس عندنا؟ اش من فلوس؟ المغاربه كاملين المخير فيهم كيقبض 3000 4000 درهم يلا مدارس خصوصيه تنتفيو من هنا طبيبين تنتفيو من هنا مولكرين تنتفيو من هنا. تحداك تلقى شي مغربي عنده شي ريال شايط في الاخر ديال الشهر كله ناقص. تعرف واش كتقولوا؟ ما عارف واش كتقول. فين نبدا نبدا عامر راسي حنا انا من راسي فين عمرنا باش كنا في المغرب مع امي وبا الله يرحم والد الله يوالي برحمته الا جمعنا شي ريال. با مسكين كان في الصحراء عرفتي شحال كيصيفط لنا السي عبد اللطيف الجواهري؟ السي عبد اللطيف انت اللي على كرسي مريح على اريكتك حنا سته ديال النفوس باك انت صيفط لنا 36000 ريال. السي عبد اللطيف الجواهري ديالاش هاد 36000 ريال وحنا سته ديال الناس؟ سته ديال الناس كتمشي بسروالي مقطع ومغطيه بالطابليه نمشي للمدرسه ويودي قال لك جمع الفلوس. واحد النهار جات امي فاطمه الزموريه امي امي هاي هاي واحد الفوساليك توحشتك 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 بزاف وخدويت معاك عقويله. فاطمه الزموريه واحد النهار جات قالت لك اودي خصني نجمع الفلوس. ضربتنا في شي 70 غدا كنا كنفطروا جوج مرات كنفطروا بالخبز واتاي ونعاود ثاني في الغدا نفطروا. امي كانت ضريفه كتفطرنا جوج مرات بغات توفر وهي تشري جوج لويزات. اي 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 على فاطمه وما بقاتش تحد والله ما بقات تحد. واخا تلبس جلابه تخرج دوك جوج لويزات من فوق الجلابه تلبس تكشيطه تخرج كلشي كلشي تخرج وما بقاش تحد مع الجيران. النهار دابز مع الجارات ما كتحدش. برزاقنا الحمد لله ما محتاجينش لحد. امر عندك هاد جوج لويزات ب 36 انت دخلي السوق راه هذا هو التوفير اللي باقي عاقل على امي وفراتو لينا. فاطمه الزموري انا راضي عليك راضي عليك هي اللي رباتني مسكينه كانت فوق ما تنوض تعطل على المدرسه ولا تفرشخني ولا شي حاجه تقول لي تنوض سير المدرسه راه غضحك فينا العديان راه ضحك فينا الشميت. وشكون هما الشميت؟ هما جيراننا. طلعت حاقد على الجميع الله يسمح لك امي فاطمه الزموري. من صغري وانا حاقد على الجيران رباتها في الوالده وتا كبرت عاد عاقش بالقلب. سي عبد اللطيف الجواري كنت حشم كنت حشم على عراضك كنت حشم على عراضك. قول دوك صحابك قولها لراسك انت دخلوا الفلوس اللي حاطين على برا دخلوا الفلوس وديك الساعه غادي ينتعش الاقتصاد. ديك الساعه دوك صحابك سير وصيهم على الصدقات بلا ما توصيهم على الصدقات والزكاه ما بينكم داكشي بينكم بين الله. وصيهم معايا يخلصوا الضرائب ديالهم. نتحدى شي واحد من هذوك صحابك اللي كتقصر معاهم وشي واحد كيخلص الضرائب. كون عام ما كاينوش ما يخلصوش الضرائب ما يخلصوش الضرائب ويخونوا المواطنين. ياك برك المغرب حدا البرلمان ياك حدا الزنقه الشارع فاصلكم وقلت لك البرلمانيين يتنازلوا على التقاعد ديالهم. اقول لهم برلمانيين ناقصين. سي عبد اللطيف الجواهري سكت ظهرا ونطقت كفرا. سكت ظهرا ونطقت كفرا. وانا حشمت ما كنعرفكش بزاف وما نبدا نغسل فك من قلقولت راسك تل. قال لك المغاربه ما يحطوش فلوس في ديورهم. عندنا شي ما يتحط الله يمسخك. سير طلع على فاطمه الزموريه مهمتي.
اللي بو مسكين الله يرحمه 30 عام هو في الصحراء مخلي لها 17000 ريال، فاش غتوفر فيها هذه؟ غتوفر فيها النبق، غتوفر فيها البعر، البعر اللي غتوفروا السي عبد اللطيف الجواهري. عارف واش كتقولوا؟ راه كتزيدوا تجعروا المغاربه عليكم، شي المغاربه كيزيدوا يجعروا عليكم والله الا كيجعروا بالله، والله شي المغرب راه داير فيها واحد الفتيله، واحد الفتيله فيها ليسانس، راه تتسنى شي واحد يدير لك بريكه هوك شك ولا يشعل شي كارو ويلوح قيده بالغلط. والله اللي عاود طفات، والله اللي عاود طفات. ادخل سوق راسك قال لك المغاربه يخرجوا فلوسهم من ديورهم، كاين اللي كيخلص على ولادو 4000 درهم في التعليم الخصوصي، هذاك التعليم الخصوصي جاي ندويو عليه، الدباح حلقه التاله، مدرسه الدبح، طبيب يدبح، فين ما مشيتي كتدبح كتدبح من الوريد الى الوريد. واحد المدرسه خصوصيه الدري نجح في الباك وما بغاوش يعطيوه شهاده البكالوريا، قالوا لي تتخلص داك الشيء اللي عليك. الله ودينا مخلص كلشي، قالوا لي لا تخلص لي فخي ديال شهاده البكالوريا وتخلص هذا وما خاطر تمشي تدري للمحكمه. واخيرا المحكمه تنصف شخص ما، مشى للمحكمه ورفع عليهم دعوه على عطاو شهاده البكالوريا وقالوا لي اسكت ما تقولهاش باش ما يدعيوناش الاخرين. شتي على دوله عندك سي عبد اللطيف الجواري؟ شتي على بلاد عندك؟ هادو ما تعرفش تدوي معاهم، غادي عند واحد كيقبض 3000 درهم 4000 درهم تقول لي ما توفرش، اش غيوفر؟ بالله العلي بالله عليك اش غيوفر؟ عارف واش كتخرجوا من فمكم؟ راه عباد الله ركعت عليكم اخواني اخواتي.